بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفت الخلطات الطبيعية منذ القدم بقدرتها على تحقيق نتائج مرجوة، لأنها تحتوي على مكونات طبيعية. في هذه الخلطة أو بهذا الفيديو نستخدم خلطة مكونة من الكمون. الكمون هنا يكون مطحون، وهذا هو الكمون على شكل حبوب كمون، الكل يعرف الكمون. نحتاج للكمون مع الزنجبيل، يكون كذلك زنجبيل مطحون، بودرة الزنجبيل مطحونة وتكون ناعمة، ونحتاج للليمون. بديل الليمون هنا يمكن استعمال الليمون المجمد. في بعض يسألنا طبعا عن وجود الليمون المجمد، يمكن استخدامه في هذه الخلطة. طبعا يفضل هنا الطازج، وكذلك يمكن استعمال البومبلوموس أي الليمون الهندي. فبتفاعل هذه المكونات مع بعض نحصل على فوائد مضاعفة. فالكمون هنا له دور كبير، يحتوي على الكثير من المواد والأحماض التي لها الكثير من الفوائد، مثلا الحد من انتفاخ البطن والغازات، وتقليل من الكوليسترول في الدم، وتسهيل حركة الأمعاء. كذلك هنا لدينا الزنجبيل، يحتوي على خواص علاجية كثيرة ومركبات هامة جدا للجسم، أذكر منها قدرته على حرق الدهون. وكذلك هنا الليمون غني جدا عن التعريف لما له من فوائد عظيمة للجسم إضافة إلى حرق الدهون. وهذه الوصفة مثالية لحرق الدهون، دهون الجسم. وتابعي معي الفيديو للأخير إذا طبعا رغبت فقط في عمل وصفة لتنحيف منطقة معينة من الجسم. هذه الوصفة لتنحيف كامل الجسم، البطن، الأرداف وكامل الجسم. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الكمون، يكون مطحون ناعم قلت، ثم نضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من بودرة الزنجبيل. نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا، وبعدها نضيف عصير الليمون. نضيف عصير ليمونة كاملة لهذه المكونات، ثم نقوم بمزجها جيدا مع بعض بهذه الطريقة. تابعي معي الفيديو جيدا لاستفادة أكثر. نخلط جيدا، وبعدها نأخذ، هنا لدي طريقة سهلة جدا لتسهيل الأمر. نأخذ شريط من أدوية، تكون مثلا الصداع، حبوب الصداع عفوا، ونقوم بمسحها جيدا بأعواد القطن، ثم نقوم بملء هذا الشريط بهذه الوصفة. لاحظي معي جيدا بهذا الشكل، ثم نضعها في المجمد لليلة كاملة. بعد مرور ليلة كاملة نتحصل على هذه الأقراص بهذا الشكل. نفرغ كل الأقراص من هذا الشريط، ونواصل إتمام كل
الخلطة، ثم نحفظها في علبة يفضل أن تكون من زجاج في المجمد. وطريقة استخدام هذه الأقراص، نأخذ قرصين صباحا مع كوب ماء دافئ، يكون دافئ على الريق، قلت قرصين، وكذلك يتم وبعدها يتم تناول وجبة الإفطار. وبعدها نأخذ كذلك قرصين مع كوب من الماء الدافئ قبل وجبة العشاء بحوالي ربع ساعة، تقوم بسد الشهية. ولكن قد يرغب البعض أو ترغب البعض في زيادة الجرعة إلى قرص للحصول على نتائج أسرع، وطبعا يمكن ذلك، كلها مكونات طبيعية ولها فوائد كثيرة للجسم كما سبق وذكرت. يجب فقط التنويه إلى ضرورة اتباع حمية غذائية متوازنة. هذه الحمية تحتوي على عناصر غذائية هامة، نبتعد عن تناول الدهون ونتناول أي نشرب الكثير من الماء. وطبعا أنصح بأخذ هذه الأقراص لمدة لا تزيد عن 20 يوما إلى شهر. ففي طبعا أغلب الحالات مع اتباع النصائح أي اتباع الحمية الغذائية المتوازنة، تقوم هذه الوصفة بإنقاص نحو إلى 7 كيلو جرامات إلى 10 كيلو جرامات في شهر واحد، لأنها مجربة وناجحة مضمونة وآمنة. كذلك يمكن عمل هذه الوصفة، ونعتمد على مكونات طبعا على وصفة أخرى كذلك لمن لا ترغب في عملها بعصير الليمون. نأخذ كبسولات تكون فارغة بهذا الشكل، ونقوم بأخذ نفس المكونات بدون عصير الليمون، ونملأ الكبسولات من الداخل، ونستخدم هذه الوصفة كذلك نفس طريقة الوصفة الأولى، نملأ الكبسولات ونستخدمها بدون عصير الليمون لمن تتحسس من عصير الليمون. وكذلك لدينا وصفة عبارة عن دهان موضعي لمن ترغب فقط في تنحيف أماكن معينة من الجسم كالبطن، الأرداف، أي منطقة من الجسم. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الفاكس أو الفيك، وهو متوفر عند الصيدليات، متوفر وسعره في متناول الجميع، هو مخصص لدهن الصدر أثناء السعال والزكام، معروف الفيك أو الفاكس، اسألي فقط الصيدلاني عنه. ونأخذ في ملعقة طعام كبيرة من الفيك أو الفاكس، نأخذ ملعقة شاي صغيرة من الزنجبيل، بودرة الزنجبيل. يمكنك مضاعفة المقادير لعمل كمية كبيرة من هذه الوصفة. ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى الحصول على كريم موضعي لتنحيف أي منطقة بالجسم. نخلط جيدا، ونتحصل على هذا الكريم. طريقة استخدامه، أولا نأخذ منشفة نقوم بتبليلها بالماء يكون ساخن، ونقوم بدهن أو مسح المنطقة المراد تنحيفها بهذه المنشفة الدافئة لفتح المسامات، ثم نقوم بدهن طبقة تكون كثيفة من هذا المرهم على كامل مثلا البطن لحوالي 5 دقائق حتى تمتصه كل البشرة. ثم نقوم بلبس المشد إذا كان متوفر، غير متوفر المشد يمكن فقط من دونه، والمبيت به حتى الصباح. بعدها نقوم بتبليل المنشفة مرة أخرى بماء دافئ ومسح المنطقة به. نستخدم هذه الوصفة يوميا قبل النوم، والنتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوعين لاستخدامك المنتظم لهذا الكريم.
غير متوفر عندك الفاكس، نأخذ زيت جوز الهند لكل ملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند يقابلها ملعقة شاي صغيرة من بودرة الزنجبيل، عفوا زيت الزنجبيل. طريقة عمل زيت الزنجبيل موجودة في القناة، يمكن تحضيره في البيت أو يمكن أخذ الجاهز من عند العطار. هنا زيت الزنجبيل وليس بودرة الزنجبيل. قلت طريقة تحضيره موجودة في القناة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونستخدم هذا الكريم كذلك كطريقة الفاكس تماما بهذا الشكل. صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر، كذلك كريم الفاكس 3 أشهر. بالنسبة للأقراص كذلك صلاحيتها في المجمد ل3 أشهر، يمكن استخدامها وبكل أمان. لكن هنا للخلطة، الخلطات الأولى لا يمكن للحامل تناولها، ويمكن تناول هذه الخلطة طبعا لأنها تتسبب في تحريض الرحم وزيادة الانقباضات التي تتسبب لك في ولادة مبكرة. ويمكنك أخذ الأقراص في أواخر الشهر 9، حيث يمكن أن تزيد لك من سرعة الانقباضات وتسهل من عملية الولادة. كذلك لا يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم أو الأشخاص الذين يعانون من عدم استقرار ضغط الدم أخذ الأقراص، وذلك لأن الزنجبيل أحيانا يتسبب في رفع ضغط الدم، وكذلك بالإضافة أنه يمكن أن يصيبهم بدوار أو غثيان أو تقيؤ، طبعا هذا لمرضى ضغط الدم. كذلك يمنع تناول الأقراص للأشخاص الذين يعانون من مشكلة القرحة، فطبعا هنا الزنجبيل مع عصير الليمون من الخلطات الحارقة للمعدة وتكون قوية فيصعب تحملها، فهي ذات طعم لاذع. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.